هلاو، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون زينين. رجعت فيديو او فلوج، كيفكم؟ شو تسموه؟ اول شيء سوري على صوتي، بس الصراحة صار لي فترة اني مريضة وهسه راجعة من الدوام، كلش تعبانة ونحسانة. بديت اسوي انترو بسيطة انوه بيها على كم شغلة قبل ما تشوفون المقاطع الجاية. اول شيء انه انا بهذا المؤتمر كنت واحدة من السبيكرز، من المتحدثين، فالصراحة ما قدرت انه اني اصور كل المقاطع اللي انتو حتشوفوها، لذلك ممكن تشوفون جودة التصوير مو زينة او زوايا التصوير مو زينة. بس المهم هو انه الغرض اصلا من هذا الفيديو هو فائدة الطلاب اللي ما قدروا يحضرون هذا المؤتمر، طلاب المحافظات، طلاب بغداد هماتين. فشوفوا فقرات المؤتمر وان شاء الله تستمتعون بها. بالنسبة لمشكلة الصوت، صراحة احنا ما استخدمنا المايك، لذلك الصوت راح يكون شوية ناصي. انصحكم تستخدمون هيدفونز وشوفون الفقرات الجاية. هذا الانترو انوي بها على هذه الشغلة، شغلة التصوير، شغلة الصوت، وشغلة الثالثة هو اذا انتو طلاب مرحلة اولى قدمتوا على طبعام، اسنان، صيدلة، وان شاء الله تنقبلون بهذه الاختصاصات. فالمرحلة الاولى ذني ثلاث اختصاصات تقريبا متشابهة من ناحية الاساس مالتها، وخاصة مادتين، مادة التشريح ومادة المصطلحات الطبية. فاذا تحبون اكو كورسات من المركز الكندي لهاي المادتين، كل تفاصيل هاي الكورسات جوا، تشيكوها وشوفوا الوضع، واذا عندكم استفسار تقدرون تسألون الصفحة مال المركز. وانا راح اعوفكم تشوفون الفيديو. باي باي. سو هلا بش، برافو بش. ونحب نقول لكم الف الف مبروك عليكم بنجاح. يلا كم كم هاي منو؟ هاي شنو؟ عيشوها بالقبولات. الاول على العراق 99.8، اوكي انت راح تكون بكلية بيها اقل شي 700 طالب. كم اول على العراق وياك انت؟ راح تظل عايش بحلم وفرحة انه انت كنت الاول على العراق. حدد هدف جديد، نشتغل على شغف جديد. كلمة طبية وحدها ترعبكم طلاب، ما بالك انه تكون باللغة الانجليزية، على الرغم من مستواي كان زين. فالحمد لله وشكر انه احنا الظروف دا تجينا دا تسهل لنا هواي امور، توفر لنا كورسات من مراكز ومن دكاترة خبرة مثل المركز الكندي، كل دكاترة خبرة عالية جدا. نقول لكم الحالات حتى يسألوهم بعياداتهم الخاصة، انه هسه انتم شنتوا قبل ما تعرفون شو راح يسبق اسمكم، الدكتور، المدرس، المهندس، المحامي، هسه الشبه واضح لكم، فتقدرون تتخيلون ممكن نفسكم بعد فد 10 سنوات، 5 سنوات انتو وين؟ فكل ضروري تشتغلون على نفسكم. كنتوا 18 سنة، صار تفوتون 13 سنة، كبرت سنة، مسؤولية تكبر. انتو مراقبتكم من نفسكم هي هنا راح تشتغل، انت تكون حريص على نفسك، خصوصا في مجال الطب. يعني ما تتوقع انك تقعد ويجي دكتور يقول لك تعال خل ادخلك وياي عملية بالمستشفى، تعال خل امضيك معلومة. انت تراقب نفسك، انت تشتغل على نفسك. فافضل شيء شو نسوي؟ نخلي الاشياء الثانويه على جهه. شنو الاشياء الثانويه؟ فتره السادس تجي فتره الواحد صح ضغط الدراسه، بس يصير عنده ادمان على مسلسلات، على سينما. 19 هو انتم شلون نقول انه انتم بس قوتكم وشبابكم، راح تقضون هاي الفتره قاعدين بغرفه مقابلين الايباد تشوفون المسلسلات. شيء انتم حتدخلون حياه جامعيه جديده، تعرفون مجتمع جديد، تشوفون مراحل اكبر من عندكم، وين حد تجيكم صداقات او تعرفون على ناس تنبهرون بيهم الاول مره، بعدين تكتشفون شيء هم مختلفين، هم مو هيك متصنعين يعني. فافضل شيء انه انتم تكونون انتم اللي تدخلون للكليه، اوكي؟
صفة ما حلوة بيكم اوكي تبون يتقبلها، تبون صديقة يتقبلها، صفة حلوة بيكم تبون الناس اللي تحبها. رب العالمين كلنا خالقنا بطريقة مميزنا احنا عن بعض، اني اختلف عن طيبة، اختلف عن تبارك، اختلف عن القمر، طريقتي تمام؟ من يحتاج الظاهر انه اني عندي هيك الصفة حتى اصير اشبه الحر؟ شنو الكورسات شنو الفصل؟ هسه خلينا نجي مثلا المرحلة الأولى. تاخذون مثلا بالطب العام خلينا نقول 12 مادة. كلية الكورسات اللي انضموا كورسات حتاخذ 6 مواد بنص يعني بنص السنة. 3 شهور تدرس هاي 6 مواد. تجي تمتحن بيها فوق نهاية كورس أول تنزل تقديراتكم. تمام؟ كورس ثاني تاخذ 6 مواد الثانية تمتحنون فيها آخر سنة تنزل تقديراتكم نجحت مرة. الفصل شنو؟ هاي الكلية فصل تجي أول سنة تاخذ 12 مادة كلها تدرس فيها، يكون عندها امتحانات فصلية وشهرية، بعدين يجي نص السنة يمتحنون نص هاي المادة، أخير السنة راح يمتحنون هاي المادة من البداية للنهاية. فهاي كل ضروري تفهمون الفرق حتى بعدين مثلا عندنا طب مستنصرية وبنسينا على النظام الفصلي، احنا على نظام كورسات وموديول. راح أقول لكم شنو الموديول. الموديول هو نظام شلون يعني؟ أعطيكم مثال، مثل تاخذون دايجستيف سيستم الجهاز الهضمي، تجون عند دايجستيف سيستم تاخذوه كموديولز يعني، حتجون أول شيء تبلشون أناتومي، راح أقول لكم شنو هو الأجزاء مالته، المعدة، المريء، الأمعاء، وي وي وي، بصورة عامة، وين موقعهم؟ شلون المتصلات؟ هاي أول جزء من الدايجستيف سيستم، بعدين تاخذون فيسيولوجي. شلون يشتغل؟ شنو الانزيمات اللي تنفرز اللي تسوي هاي عملية الهضم؟ الحركات اللي تصير بالمعدة وتدفع الأكل و و يعني شلون يشتغل وظيفته؟ بعدين تجون تاخذون كهيستولوجي الأنسجة مال المعدة شنو هي؟ يعني نسيج إفرازي ماخذين بسالس نفس الروح ينعدم عليه تمام؟ بعدين تجون تاخذون كإمبريولوجي عند الجنين يا شلون يتكون هذا الجهاز؟ شنو ممكن الخلل اللي يصير عند الجنين يطلع بيه تشوه في جزء مثلا اوكي؟ وهيك تاخذون المواد اللي تخصها كل هذا الجهاز مره واحده ماشي. باقي الكليات شلون تجي تدرس التشريح مال كل جسم سوى، تاخذ مال معده تاخذ وياه كبد تاخذ وياه رئه تاخذ وياه مو منفصلات كماده واحده بس تشريح. المادة إمبريولوجي تاخذ الجنين شلون يتكون خلال اسابيع الحمل كلها اوكي، هيستولوجي انسجه الجسم كلها. فهيجي انتم حتبدون تربطون بين ماده الاناتومي وبين ماده الفسيولوجي حتى تفهمون اكثر. بس انا اشوف نظام المودولز احسن لانه هو يسهل لك الموضوع وتاخذها بفتره قريبه، معلوماتك مال الاناتومي بعدها بباله تقدر تربطها ويا الفسيولوجي، تقدر تربطها ويا الفسيولوجي تطلع معلومات فعلا متكامله ماشي. ارجع قبل ما انهي كلامي، حددوا هدف من هسألكم، اشتغلوا على نفسكم كلش زين راح تفوتون كلية، كلش طبيعي تتراكم عليكم المواد، كلش طبيعي ما تفتهمون من اول يوم، كلش طبيعي تقضون يوم كامل ملزمة وحدة واجتماعكم راح تكون مخصصة، بس الفرق بين انهم تتقبلون هذا الشيء تشتغلون وتقللون تراكمات لو تظلون تشتكون من هاي المواد تتراكم وتشتغلون عليها. فتجينا وايد فرص تخلينا نتميز ونشتغل على نفسنا وتسهيلات تجينا كورسات. يعني اتوقع قبل كم سنه مثلا اكو كورس يو اس ام ال اي وماكو اسئله ما نعرف شلون شنو ام سي كيو تتكرر شنو المواضيع المهمه بهيج امتحانات مهمه نركز عليها. هسه حتى المركز الكندي يقدم هيج كورسات اوكي على امتحانات اليو اس ام ال اي على الام سي كيو على المحاضرات كلها موجوده. فعندنا تسهيلات حلوة وظروفنا إن شاء الله حلوة وحلمنا تقريبا خلينا نقول حققنا، فليش ما نشتغل على نفسنا صحيح؟ اوكي بيجي أكون أني وصلت لنهاية كلامي العادية اللي هي أكيد فرحتكم بنفسكم فرحت أهلكم بيكم وخليت راس أهلكم مرفوع وثاني شيء حققتوا حلمكم. بالبداية حأعرفكم عن نفسي وعن شنو راح أحكي لكم. أنا تبارك أعتبروني مثل أختكم وان شاء الله كلنا او يعني كلنا زملاء ان شاء الله بالمستقبل. ثانيا فاحنا اذا ما حبينا عملنا بحياتنا ما راح نتوقع انه احنا حنبدع فيه. فبالبدايه نحتاج انه احنا نحب مهنتنا نشتغل على نفسنا،
يعني مثل ما تعرفون ترى انه الطب هو مو بس 6 سنين، لا وراها راح تروح اقامه دوليه سنتين، وراها سنه توسيع، وراها تبدي تاخذ اختصاص وماجستير ودكتوراه. الماجستير وحده سنتين، بعدين انت اذا تريد تفتح عياده لازم تحصل اختصاص، واقل اختصاص يحتاج من 4 سنين الى اقصاها 7 سنين. فانت تخيل من حياتك 16 سنه هي كلها عباره عن دراسه، يعني الترجمه الحرفيه تختلف عن ترجمة المعنى، يعني انت من حتقرا الملزمة ومن حتقرا الموضوع ما راح يتطلب منك انك تترجمها حرفيا، يعني هي الجملة تنطي معنى يختلف عن ما انت تترجمها حرفيا. حشو النقطة، اكيد انتم يعني ما راح تعرفون اي شيء بالانجليزي، لا، اللي تعرفه ان معنى حفظه مثل ما هو بالانجليزي، واذا احتاجت تترجم فترجم حتى تفتهم المعنى مو حتى تحفظه بالعربي. تفهمون قصدي؟ يعني اترجمها حتى افهم معناها بس انا احفظها بالانجليزي. بالبدايه اول اسابيع اول شهر حنشوف هذا الشيء صعب، ما نقدر نلحق عليه، ما نقدر نحفظ، بس هي بالممارسه بالتعاون حيكون الشيء كلش سهل. راح احكي لكم عن المواد اللي راح تقوها بكليات الطب. هي بشكل عام كليات الطب مهمه، يعني ما تشوفون باي اختصاص راح تتخصصوا بالمستقبل، سواء انت كنت طبيب عام، طبيب اسنان، تحتاج هاي المعرفه، يعني انت اذا تريد تصير جراح اكيد لازم تعرف التشريح، اذا تريد تصير طبيب انف واذن وحنجره راح تعرف التشريح، اذا تريد تصير طبيب اسنان اكيد راح تعرف التشريح مال الوجه، طبيب التجميل، العيون وهكذا، فالتشريح هو فعلا ماده مهمه. واني يعني شخصيا جربت طريقه اللي هي 4 خطوات اتبعتها بالمرحله الاولى والثانيه وفعلا شفت فرق عليها، يعني كلش كلش استفادت. اللي هي شو؟ تقول التشريح على وفق 4 خطوات. اول خطوه تجون تقول العظام، زين؟ طبعا انا نسيت اقول لكم شو هي المواد اللي تاخذونها بالتشريح بالكورس الاول. الكورس الاول تاخذون الابر اللي هو الطرف العلوي. كورس ثاني راح يكون ايضا موجود التشريح، تاخذون به اللور لم اللي هو الطرف السفلي ومنطقه الثوراكس اللي هو الصدر. نجي لسه على الخطوات او الستبس اللي راح نقرا على وفقها التشريح حتى نطلع من المرحله الاولى والثانيه فاهمين، ونحاول قدر الامكان نذكرك اكثر قدر من المعلومات. اول خطوه تجون للتشريح تدرسون العظام. شكو عظمه موجوده بالطرف العلوي نحفظها، نفهمها، نحدد الاجزاء المتكونه منها. هاي اول خطوه واهم خطوه. ليش؟ هي الخطوات اللي بعدها راح تنبني على اساسها. فانت بالخطوه الاولى بتكون درست العظام، تجي بالخطوه الثانيه تدرس العضلات. ثاني خطوه نجي ثالث خطوه ندرس شنو؟ ندرس الاعصاب. اكيد هاي العضله تحتاج العصب حتى يغذيها وحتى تتحرك، زين؟ فندرس الاعصاب اللي تغذي الايد كامله. بس شنو نكون محققين 3 خطوات؟ درسنا العظام، بعدها درسنا العضلات، بعدها درسنا الاعصاب. زين هاي العظم والعضله والعصب يحتاج لهم غذاء؟ يعني شلون حيشتغلون؟ فنجي ندرس شنو؟ الاوعيه الدمويه اللي هي الشرايين اللي راح تغذي لنا العظم، تغذي لنا العصب، وتغذي لنا العضله حتى يشتغلوا. وهاي الحاله اللي كنت اتمنى طرف العلم. هاي الطريقه اذا اتبعتوها ابدا ما راح تحسن التشريح، سواء كان طرف علوي، طرف سفلي، منطقه الصدر، البطن، هذا النت اللي هي الراس والرقبه، هاي الخطوه مهمه واساسيه اللي هي الميديكال لانجوج، يسموها المصطلحات الطبيه. ليش؟ لانه المصطلحات الطبيه هي مو بس لغه للتواصل ما بين الاطباء، يعني انا كطبيب بالعراق اذا اريد احكي الحاله مال المريض مالتي وطبيب عايش مثلا بكندا، طبيب عايش باليابان، طبيب عايش بفرنسا، انا ما ممكن اتعلم فرنسي واتعلم صيني على ما يتواصل ويا هذا الطبيب، صحيح؟ فالوجه لغه للتواصل ما بين الاطباء عن الحالات المرضيه، وهاي اللغه هي مو انجليزيه ولا فرنسيه او صينيه، وانما هي لغه لاتينيه، مصطلحات لاتينيه توصف حاله المريض. فيزياء طبيه، يمكن اذا تسمعون فيزياء شو ذكروا؟ ذكروا نيوتن، صحيح؟ والجاذبيه. بس لا، هاي احنا ما لنا علاقه بها. اللي تكون وتنعكس عنا على اللوح مال الاشعه حتى تنتهي هاي الالوان اللي هي الابيض، الرصاصي، الاسود، حتى ما تشعر بالمستقبل ان تكون انت طبيب مقيم وتجيك اشعه وانت تقدر تقراها تعرف ليش طلع هذا اللون الابيض على الاشعه، شنو معناه؟ ماده رائعه تاخذوها اللي هي الهيستولوجي او علم الانسجه. عارف انه عندنا 4 انواع من الانسجه، وصحيح ان الانسجه الرابط، الانسجه الطلائي،
بعدنا نسيج العصب ونسيج العضل. زين هنيجي احنا نقرا النسيج. مثلا القلب، القلب هو عضو صحيح، والعضو متكون من النسيج، والنسيج هو عباره عن مجموعه من الخلايا. اكيد لازم هاي الخليه تشتغل حتى بالتالي النسيج هم يشتغل والعضو يقوم بالوظيفه المطلوبه منه. تمام. هنا نتيجه اهميه دراسه الانسجه وين؟ في السرطان. مثلا يجيك مريض عنده سرطان بالقولون، تمام؟ اخذت منه سويتوا له، اخذت منه خزعه ورحت شفتوها. انت بالخزعه ايش راح تشوف؟ راح تشوف نسيج. زين انت لازم تكون عندك معرفه سابقه هذا النسيج شكله الطبيعي شلون يكون حتى تقدر تعرف انه هذا النسيج هو غير طبيعي. بس هنا الحلو انه هي مختصره راح تكون، ليش؟ انها تقرا بس عن الخليه الحيوانيه. الماده اللي بعدها اللي راح احكي عنها هي الامبريولوجي. يعني شلون تكونت الرئه، شلون تكونت المعده، شلون تكونت الايد. المواد عندنا بالكورس الثاني طب رياضي اقل من الكورس الاول، عباره عن مادتين اساسيات. الاولى بها هي ماده السيستماتيك، تدرس جهازين من اجهزه الجسم اللي هن الكارديوفاسكولار سيستم اللي هو الجهاز القلبي الوعائي، والريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي. شلون راح يجي ندرس هنا؟ هي كماده كليه، الكليه راح تعطيكم بهذا الجهاز، تعطيكم الاناتومي مالته اللي هو التشريح مالته، تعطيكم الهيستولوجي اللي هو علم الانسجه مالته، راح تاخذون فيها ايضا فيزيولوجي وامبريولوجي اللي هو الفسلجه والأجنة مع الجهاز القلبي، وياها شوية محاورات مدرسين يعني تطبيق على اللي قريت وبعض الأمراض. المادة راح تشوفوها بالكورس الثاني اللي هي البايو كيمستري، وهنا حطيت لكم الصورة بعدين حكي عنها بالنهاية. كمادة بالبايو كيمستري راح تقوم فيها التركيب الكيميائي للمواد الغذائية، يعني احنا كبشر على شنو نتغذى؟ نتغذى الكربوهيدرات، الدهون، الفيتامينات. شنو أخلاقيات المهنة الطبية؟ هي مادة حلوة تعلمك انت كطبيب بالمستقبل، تمام؟ شلون تتعامل ويا المريض؟ شلون تتعامل ويا زملائك؟ اتمنى استفاديت من كلامي، وان شاء الله تطبقوا وتستفادون، وكلكم ان شاء الله زملائي بالمستقبل واخواني وخواتي. كل شيء تشرفت بيكم وسعيدة بوجودكم. طبعا هيدا طالبة اسنان، راح احكي لكم على اسنان بصورة عامة، او تقريبا اول ما كنت بلس انجينير بلس ارتست. أنا مثلكم بالبداية ما قدرت أفهم إنه شنو الربط والدخل ما بين الهندسة والفن بالطب بصورة عامة والأسنان بصورة خاصة. من بداية العملي اللي يخص المرحلة الأولى عرفت إنه إحنا رح نشتغل على وكس أو شمع بقياسات دقيقة اللي هو يخص الهندسة. إنما الفن أقدر أعطيك مثال، مثلاً أنت وصديقك رح تشتغلون على وكس، رح تشتغلون على نفس الوكس بنفس القياسات بنفس السن. احتمال راح يكون شغلك او شغل صديقك متميز كاسنان، انتم بدايه اعباركم في البدايه انه راح تقتصر على الاسنان فقط، بس هو لا، انما راح تاخذ كل شيء يخص به الفم، مثلا اللسان، اللثه، الفم، انه بعض الاختصاصات بالاسنان راح تشمل بها الوجه والرقبه. بالنسبه لدكتور الاسنان المفروض اكو صفات يمتلكها الشخص انه يكون عنده الابداع ويكون عنده الصبر، الصبر كلش مهم بطب الاسنان. لان مثلا اكو العمل اللي يخص المرحله الاولى ما راح يضبط بايدكم من اول مره، لان شيء طبيعي انت راح تسوي فتشي او تمارس فتشي انت ما تسوي قبل، فاحتمال اكو شخص يضبط وياه من اول مره، شخص من ثاني مره. انا بالنسبه لي ما ضبط وياي، يعني انا كملت السنه الاولى انا ما اعرف احط عدل، يعني السنه اسويه ما يطلع مرتب. بالمقابل الدكتور بالبدايه قال انه فرحه الشمع راح تكون كافيه انه اتعلم بها بقيه الاسنان. انا احتمال صرفت اربع بكتات وضبط عندي بسنين او ثلاثه، فهذا الشيء كلش طبيعي. اكو اقنع بعد تحسي ان ضبط عندهم النحت، اخذت ايدهم عليه صار مالتهم شغل فعلا. فبالتالي انت المفروض تعتمدون على الاستمراريه والصبر. هنا هو جانب انساني، انت قاعد تتعامل مع المريض بصوره مباشره، فبالتالي انه انت لازم يكون اسلوبك لطيف وياه. نادرا ما نسمع عن دكتور ناجح واسلوبه ما حلو ويا المريض. فبالتالي لازم تكون اسلوبك لبق واسلوب لطيف في جميع المرضى. الاستمراريه مثل ما ذكروا البنات قبل ان الاستمراريه مهمه باي مجال راح تقدرون تدخلوه. بس الاسنان الاجهزه بتحرك انواع الاجهزه، فبالتالي كل شخص المفروض يتعب عن نفسه ويثقف نفسه بهذا المجال. ما اريد اقول لكم سلبيات واخليكم تموتون من الاسنان، بس هو راح يكون مختلف ماديا بالنسبه للمراحل الاخيره، لان كل شخص راح يعرف انه انت راح تجيب بيشنت او مريض
رح تتكفل بمصاريفك، احتمال روحت رجعتي، ايش قد رح تتاخر انت بالعياده، هذا الشغل حتى تتعامل وياه في العيادات داخل الكليه. البعض يتهمك انه هو تعب واجهاد وساعات عمل طويله بعد التخرج، يعني رح تشتغل بمستشفى او مركز صحي، وبعدها رح تكون عيادتك عندك عياده خاصه. بس انا اشوف بالنسبه لي شخص من يحب المجال ما راح يهتم للوقت او التعب او الجهد، بالتالي هو مثل ما قلت قبل انه هو عمل انساني، انت راح تساعد شخص انه تزرع ابتسامه على وجهه. اكيد اكثر يمكن اعرف اشخاص عندهم خلل بسنونهم او اسنانهم ما مرتبه، عندهم خلل بالفم، بالتالي ما راح يبتسمون، فبالتالي انت راح تقدر تساعد هذا الشخص يزرع ابتسامه على وجهه. فاتوقع انه التعب والجهد اللي راح تبذله راح يكون يستاهل، وما وشي راح يتغير مثل ما نقول على شيء. مرحلة دراسة طب الأسنان راح تكون 5 سنين، أول مرحلتين راح تاخذ مثل المواد اللي ياخذوها الطب العام والصيدلة، فبالتالي راح يكون عندك تخصص الأسنان مادة واحدة أو مادتين تخص الأسنان فقط. راح يكون تجمع معلومات بأول مرحلة، ثاني مرحلة من 20 إلى 30% تخص الطب العام. تخصصك راح يكون ضعيف، فيعني مثل ما قلنا راح ناخذ مادة واحدة أو مادتين. بعد المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة، بالمرحلة الثالثة راح تقدر تتدرب في أي مركز صحي أو مستشفى أو دكتور أنت تعرفه، مجرد إنه تفكر فيها إنه تعرف أسماء الأدوات، تكنيك التعامل، تكنيك الحركة ويا المريض، هالأشياء وايد مفيدة بيستفادون منها، بس هي غالباً تبدي بالكورس الثاني اللي يخص المرحلة الثالثة، عشان تكون عندك معلومات بسيطة نقدر نقول بحيث أنت قاعد بالعيادة تقدر إنه تفهم اللي يصير واللي يشتغلون عليه. بعدها بمراحل الأخيرة مثل ما عرفنا إنه راح نجيب بيشنت، هذا البيشنت راح تتعامل وياه بصورة مباشرة بعد ما كنت تتعامل على برقم أو هيكل توظيفي طبق عليه. هاي الـ5 سنين العمل وما الأسنان كلش مهم، بالتالي بالمرحلة الأولى راح ندي النظري مثلا خلينا نقول بنسبة 70%، 30% عملي ما راح يكون عليه ذاك التركيز مثل النظري. بس بدك تتقدم مراحل الأسنان المتقدمة في المراحل الأخيرة، احتمال توصل المرحلة الأخيرة النظري 30% والعملي 70%، يعني طب الأسنان يحتاج المهارة تقدر تقول أكثر من المعلومات، لأن مرات مثلا عندك المعلومات الكافية بس ما راح تسعفك إنه تساعد المريض أو إنه تسوي بسنة إذا ما عندك المهارة، مثل مثلا نحت في البداية راح تكون أنت تعرف القياسات، تعرف الأبعاد، تعرف شلون المفروض تطبق، بس ما راح تقدر تتعامل ويا الموضوع لأن المهارة بعد عندك القطع راح يكون زايد. فهاي كلها امور طبيعيه تخص المرحله الاولى. المرحله الاولى بصوره عامه راح تكون صعبه، ما اقول لكم سهله، لان اول شهرين الى ثلاثه راح تكون صعبه من حيث الترجمه مثل ما قالوا البنات. بعد مثلا تقدر تقول بعد مرور شهرين او ثلاثه ان المرحله الاولى راح تكون سهله، راح تكون الكلمات مكرره عليك، تقدر شلون تتعامل وياها، راح تقسم وقتك وتنظمه ما بين الترجمه والدراسه والدوام بالكليه. انت اوريدي ما راح ترجع في الكلية ما راح تقدر تقرا، فبالتالي راح يصير عندك تراكمات، هاي التراكمات مهما تكون مثل ما قالوا تقدر تقلل منها. هنا راح تدرس عدد المواقع واشغال وتركيز السن وتضاريس، هاي كلها لها علاقة مثلا نقدر نقول بعمل الحشوات، هاي كلها لها أهمية كبيرة، فبالتالي انت المفروض تركزون عليها، هي راح تكون سهلة بالنسبة للكورس الأول، في الكورس الثاني راح تبدون تدخلون بالتفاصيل مالتها. العمل مالته هو مثل ما قلنا نحط عليه الواكس او الشمع، اكو ناس راح يحطون على الصابون، راح تشوفون هواي ناس راح يقدرون يحطون على الصابون او يحطون على الشمع، بالتالي انت ما لك علاقه كل شخص تضبطها بوقت وفتره معينه ما لك اي علاقه بشخص ثاني، مثل ما نقول براكتس داز ميك بيرفكت، يعني انت كل شيء بالممارسه بيطلع بايدك بصوره بيرفكت وبطريقه ممتازه. الماده الثانيه هي اناتومي، راح تدرس فيها تشريح بصورة عامة وبصورة بسيطة، يعني ما راح نتعمق فيه كل جماعة الطب العام، لا بالعكس، العملي مالتا راح تدرسون الأشياء راح تركوها بالنظري على هيكل توضيحي. من يتوضي الوجه هي أكثر مادة عموما منها الأسنان بالمرحلة الأولى، راح تكون مثل ما قالوا البنات عبارة عن أحياء بصورة مبسطة بس بطريقة إنجليزية، بس راح يصير الفرق فيها إنه هي أكثر مادة راح تكون بها حفظ بالمرحلة الأولى حتى أقل من دنتال أناتومي. فبالتالي انت ما راح تعرف انه عباره عن احياء، بس تحتاج تحافظ المصطلحات بالانجليزي راح تصير الصوره سهله، يعني ما بيها شيء صعب، هي وراثه وخلايا ونظام دمويه، فما بيها اي اشياء جديده انت كلها تعرفها. العمل مالته مثل ما قالوا راح نشوف كل تحت المجهر، نشوف السلايدات اللي اعطيكم اياها الدكاتره. ميديكال كيمستري كان في الكيمياء في السادس، وكذلك ميديكال فيزيكس في الفيزياء مال الثالث، الفيزياء السادس سوري. الميديكال كيمستري مادة كلش مهمة، هي عبارة عن مصطلحات طبية ما راح تنحفظ بسهولة، راح تنسوها بسرعة،
بس الاستمرارية راح تستفادون منها بقية المواد. مثلا احتمال تجي كلمة موجودة في الميديكال ترمينولوجي انت راح تستخدمها بغير مادة، فبين هاي الحالة انت راح تستفاد منها بس يتم استسرعات. يعني المفروض الاستمرارية والإعادة حسب الجدول في تجيك الكلمة. هذا الباور بوينت انا اشوفه بالنسبة لي مهم، يعني راح تكون مطلوبة منكم تقارير هواية، فهذا راح يساعدكم ان شلون تتعبون هي التقارير وتكتبوها بصورة اسرع. الاشخاص في المرحلة الاولى ما تقدرون تتركون عليها او ما ركزوا بيها تبهدلوا بالتقارير، لان اغلبنا ما يعرف يشتغل على الباور بوينت الصراحة، خاصة شغل كتابة التقارير وغيرها من الامور. بهاي الحالة تراكمي على المرحلة الاولى راح يكون 5%، على المرحلة الثانية 10%، على المرحلة الثالثة 15%، الرابعة 30%، الخامسة 40%، وهي أكبر نسبة. معدل التراكم راح يفيدك في تخصصات طب الأسنان، يعني أكو تخصصات طب الأسنان تحتاج درجات، يعني درجة معدل تراكمي عالي، مثل التقويم اللي يريد يتخصص جراحة الوجه والفكين، مثلا يعني شخص جرح لنا ضبعة وما قدر يحصل طب أسنان يقدر جراحة الوجه والفكين يتخصص عمليات جراحية، فشيء كلش حلو المفروض واحد يشتغل عليه من أول سنة إذا كان هو يريده وعاجبه. بعد التخرج راح يكون عندك شهادة بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان. هنا راح يكون عندك سنتين إقامة دورية راح تقدر تطبق كل قسم لمدة شهرين. راح تتخرج وياك بعد السنتين راح تقدر تفتح عيادة يكون اسمك طب أسنان عام. زين شنو الفرق؟ راح يكون فرقك عن الشخص اللي كمل دكتوراه وكمل ماجستير راح يكمل اختصاص معين، مثلا عندكم جراحة الوجه والفكين كمال الفرد، تقويم، تعويضات سنية، طب أسنان أطفال، طب أسنان وقائي، وغيرها من الاختصاصات الثانية اللي هو اختصاصات الأسنان كلها تعتمد على المعدل، كلها تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنين، ما عدا اختصاص جراحة الوجه والفكين ياخذ مدة 5 سنين يحتاج لبورد. فبالتالي اختار التخصص. زين شنو الفرق ما بين طب اسنان عام وطب الشخص اللي تخصص مثلا بحشوات جذور؟ راح يكون هنا الفارق بالشهاده اكيد اولا، والمرحله الثانيه بالمعدل القيمه الماديه للراتب راح تختلف ما بين شخص طب اسنان عام وما بين الشخص اللي ماخذ اختصاص، اكيد راح يكون فرق بيناتهم. احد عنده سؤال؟ هلا شلونكم؟ انا جدا فرحانه بمعادلاتكم الحلوه واتمنى لكم القبولات الاحلى. بالدقائق القليلة الجاية راح أحكي لكم عن المرحلة الأولى بصورة عامة وعن المرحلة الأولى بكلية الصيدلة بصورة خاصة. المرحلة الأولى تعتبر مرحلة أساسية وتختلف تماماً عن المرحلة الإعدادية، راح تختلف من ناحية اللغة وأيضاً راح تختلف من ناحية كمية المواد. بالنسبة للغة فراح تتحول من اللغة العربية للغة الإنجليزية، أما المواد فراح تصير أكثر أكيد. المرحلة الأولى بكلية الصيدلة سهلة نوعاً ما كمواد، بس الصعوبة وهي صعوبة مشتركة راح يعاني منها معظم الطلاب ببداية مشوارهم الدراسي هي صعوبة تحول اللغة. على المرحلة الأولى بكلية الصيدلة 5 درجات من المعدل التراكمي راح تاخذون خلالها 14 مادة مقسمة على الكورسين. وهسه راح احكي لكم بطريقة مختصرة أهم المواد اللي راح تاخذوها بالمرحلة الأولى. من أهم المواد اللي راح تاخذوها بالمرحلة الأولى هي مادة الهيومن بيولوجي، مادة علم الأحياء البشري، مادة جدا مهمة وتشبه إلى حد ما مادة الأحياء في الصف السادس الإعدادي، ولكن راح تاخذوها بصورة أعمق. راح تاخذون مقدمة عن مكونات الخلية وأيضا عدد من أجهزة الجسم مثل الجهاز التنفسي والبولي والهضمي، مادة جدا مهمة وتحتاج منك إنه تركز عليها. عندكم همينة مادة الميديكال ترمينولوجي اللي هي مادة المصطلحات الطبية، مادة جدا مهمة وأساسية وتعتبر لغة تستخدم بالمجال الطبي بكل أنحاء العالم. راح تتعرفون بها على مقدمة من المصطلحات الطبية وأيضا المصطلحات الطبية الخاصة بأجهزة الجسم. وهسه راح احكي لكم عن المادة المفضلة عندي واللي انا اعتبرها شخصيا من اهم المواد اللي اخذتها بالمرحلة الاولى اللي هي مادة المبادئ الصيدلانية. بيها انت راح تتعلم الاساسيات اللي تخليك شلون تقرأ وتكتب وصفة، وحلو انك تتعلمها ومادة جدا سلسة وتقدر بكل سهولة تحصل عليها درجات. عندنا مادة الهيومن اناتوم اللي هي مادة التشريح اللي هي مادة جدا مهمة واساسية وضروري منك انه انت تركز عليها. راح تتعرفون بيها على الجهاز الهيكلي بشكل مفصل، وايضا راح تاخذون اسماء العظام كامل انحاء الجسم، وراح تاخذون همين الجهاز القلبي بكامل تفاصيله. يكون عندكم مادة الكيمياء العضوية اللي هي مادة جدا أساسية بكلية الصيدلة عموما، راح تتكرر عليك بأكثر من مرحلة. بها أنت راح تتعرف على أنواع التفاعلات وخواصها والعوامل المؤثرة على التفاعل.
يكون اكو همينا مادة الحسابات الصيدلانية اللي هي مادة مكملة لمادة المبادئ بالكورس الاول، مادة فهمية عبارة عن مسائل وقوانين بها انت راح تتعرف شلون تقيس كتل واوزان المواد الصلبة والسائلة، مادة جدا حلوة ومهمة وضروري انه تركز عليها. اخر مادة راح احكي لكم عليها اللي هي مادة الفيزياء الطبية، مادة فهمية وجدا سلسة، راح تاخذون بها شغلات تخص جسم الانسان مثل الضغط ودرجة الحرارة والعلاقات اللي تربط بيناتهم. هم المواد الثانوية اللي راح تتعرفون عليها بالمرحلة الأولى اللي هي مادة الرياضيات والأحصاء والعربي والإنجليزي وأيضا الحاسوب. بعد المرحلة الثالثة والرابعة راح يكون اكو تدريب صيفي، مدة التدريب الصيفي شهرين، وبعد هاي الشهرين انت راح تخضع لاختبار لمعرفة الأدوية وشركاتها وأهم استعمالاتها. بعد التخرج راح يكون اكو فترة، مدة هاي الفترة هي سنة كاملة اسمها فترة الإقامة الدورية، راح تخدم انت وقتها بالمستشفيات، ووقتها راح يكون عنوانك الوظيفي صيدلي مقيم. السنة الثانية والثالثة من التخرج راح يكون اكو فترة اسمها فترة التدرج الطبي، وقتها انت راح تخدم بالمراكز الصحية بالاقضية والنواحي، وبعد هالفترة راح يكون اسمك صيدلي ممارس، ووقتها راح يلحق لك انه تفتح صيدليتك الخاصة. اخر شيء اتمنى لكم التوفيق سواء راح تكونون بمجال الصيدلة او بغير مجال من مجالات الحياة. باي. اول سؤال هو شنو اكبر عضو في جسم الانسان؟ قلت؟ لا. زين. يا جزء من الجسم ما يوصل للدم. الفاسكولار. طيب، قرنية قزحية.